إذا تحدثنا عن المواطن، اسمحوا لي أقول لكم هالقصة هالنكتة. هذا مواطن نزل على غرفة الطوارئ في مستشفى البشير وقال لهم بدي أشوف طبيب العيون والأذن. قالوا له ما في طبيب عيون وأذن، في طبيب أنف وأذن وحنجرة وفي طبيب عيون، بدك طبيب العيون ولا الأنف والأذن والحنجرة؟ قال لهم لا بدي طبيب العيون والأذن. قالوا له ما في هيك حدا، شو اللي بدك إياه؟ شوف طبيب العيون وبعدين روح عند الأنف والأذن والحنجرة. قال لهم لا بدي بنفس الوقت طبيب العيون والأذن. أجت ممرضة بالآخر بدها تاخده على قد عقله، قالت له طيب أنت بس احكي لنا شو وجعك؟ شو اللي بتحس فيه؟ شو اللي بتسمعه؟ شو اللي بصير معك؟ قال لها يا أختي أنا اللي بشوفه شكل واللي بسمعه شكل واللي بقراه شكل تاني. فبدي علاج لهاي المشكلة. قالت له إحنا آسفين جدا ما بنقدر نعالجك، هاي مشكلة مستشرية في كل الوطن العربي من المحيط إلى المحيط.